نجدد لكم التحية والترحيب مرة أخرى مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع انطلاقة شوطنا 19 في هذا الصباح الخاصة للإبكار اللي جاية من مسافة 4 كيلومترات. نبدأ مباشرة مع أول المراكز الشهنية، جابر بن حمد بن جابر الحنزاب المري على أول المراكز، بينما المركز الثاني دمعة لراشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي على ثاني المراكز، المركز الثالث جلمودة لمحمد بن سالم محمد بن بخيت المري على ثالث المراكز، بينما رابع المراكز شعار بن شريم مع مزون فهد بن سعد بن طالب الفهيد المري يحتل المركز الرابع، بينما خامس المراكز وخامس المنطلقات في هذا الشوط هجر لسالم بن خليفة بن سعيد بن عنتر الغفلي على مستوى خامس المراكز، ولكن حصل دخول في هذه اللحظة من الحذرة لسليم بن سلام بن سليمان الجهني قادم في هذه اللحظات مع انطلاقة الحذرة على خامس المراكز. إذن متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى لندائنا الأول مع الكوكبة الخماسية في هذا الانطلاق والتحدي، ونعود مباشرة إلى شعار جابر بن حمد بن جابر الحنزاب المري مع الشهنية على أول المراكز يتقدم في هذه اللحظات، بينما ثاني المراكز شعار بن شريم مع مزون لفهد بن سعد بن طالب الفهيد المري على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث القادمة في هذه اللحظة وصلت مشاهدينا الكرام دمعة لراشد بن ناصر بن جبر النعيمي، ورابع المنطلقات في هذا الانطلاق الرائع نتابع هنا جلمودة لمحمد بن سالم بن بخيت المري، وخامس المراكز الحذرة سليمان بن سلامة بن رويشد أو هنا نعم سليم بن سلامة بن رويشد الرجهاني قادم مع خامس المراكز يقدم الحذرة، بينما هذه الأسماء مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الأولى، هناك أسماء لن يحن موعد تواجده في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى المقدمة، إلى الريادة، هنا البداية مشاهدينا الكرام. الشهانية جابر بن حمد بن جابر الحنزاب المري على المركز الأول يقدم لنا الشهانية، بينما ثاني المراكز مزون ومزون الخير شعار فهد بن سعد بن طالب شريم المري قادم من ميدان الغويبة للمشاركة هنا في هذا الانطلاق مع ثاني المراكز، يقدم لنا مزون وشعار بن رويشد شعار الحصاد هنا ياتي مع الحذرة على ثالث المراكز، سليم بن سلامة بن رويشد الجهني يقدم الحذرة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الدخول في هذه اللحظة من جلمودة لمحمد بن سالم محمد بن بخيت المري، وخامس المراكز من الجانب الآخر مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من تنطلق في خامس المراكز هنا مشاهدي الأعزاء الغالي لسعود بن عبد الله بن احمد النعيم يحتل المركز الخامس. اذا متابعينا الكرام، لوحه الكيلو المتر الاخير عبرناها مع هذه الاسماء العملاقه، هنا شعار بن حنزاب وشعار بن شريم وشعار بن رويشد قادم مع ذات المراكز، ولكن الشهانيه وهنا يا سلام يا مزون، مزون مشاهدينا الكرام على الصداره، فهد بن سعد بن طالب شريم المري يقدم لنا مزون، ولكن شعار بن حنزاب مع الشهانيه، جابر بن حمد بن جابر بن الحنزاب المري والحذرة قادمة في هذه اللحظة، أبناء ميدان الزعفران قادمين في هذا الانطلاق مع انطلاقة الحذرة، سليم بن سلامة بن رويشد الجهني قادم مع انطلاقة الحذرة على ثاني المراكز، يعلن هذا الأداء الجميل، يعلن هذا الانطلاق الرائع مع الحذرة، وتحذروا من الحذرة اللي على ثاني المراكز، ولكن الله يا الأسماء هنا جلمودة، ولكن نعود مع مزون، مزون مشاهدينا الكرام على الصدارة، مزون تنطلق بالمركز الاول، تنطلق لفهد بن سعد بن طالب بن شريم المري يركز يا عبد الله، هنا شعار بن رويشد على ثاني المراكز مع الحذره 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 ومزون، اللحظات الاخيره اللحظات الخطيره يا سلام الله يا فهد بن سعد بن طالب بن شريم المري مع مزون، تهانينا تهانينا والناموس والتهنئه الى لهم بن سعد بن طالب بن شريم المري على فوز مزون بالمركز الاول، وتهانينا ايضا لمضمر مزون عبد الله بن سعد بن طالب بن شريم المري
على فوز مزون بالمركز الأول وانتزاعها لناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصلت الحذرة لسليم بن سلامة بن رويشد الجهني، بينما المركز الثالث وصلت في مشاهدينا الكرام الشاهنية جابر بن حمد بن جابر الحنزاب المري. المركز الرابع وصلت في هجر لسالم بن خليفة بن سعد بن سعيد الغفلي على المركز الرابع. المركز الخامس جلمود المحمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك مزون لفهد بن سعد بن طالب بن شريم المري على فوز مزون بالمركز الأول. والتوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 6:07 وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لفهد بن سعد بن طالب بن شريم المري على فوز مزون بالمركز الأول. المركز الثاني الحذرة سليم بن سلامة بن رويشد الجهني. والتوقيت الزمني 6:09 وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت في مشاهدينا الكرام الشهنية لجابر بن حمد بن جابر الحنزاب المري. والتوقيت الزمن 6:11 وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. تتواصل انطلاقات وتحديات ميدان